صباح لكل المشاهدين اللي عم بتابعوا في البيت اليوم. بدنا نكون عم نشتغل اكسرسايزز للمعده. كثير منا اشخاص بحبوا انه يشدوا معدتهم ويشتغلوا هالتمارين، يعني انا بلاحظ من خلال الناس اللي بتتمرن معي قديش بحبوا تمارين المعده. اليوم رح كون عم بستعمل هيدا الميديسن بول، رح تكون اذا بدكم وزن شوي معي انا وعم بشتغل التمارين، رح تصعب التمارين اكثر، واكيد فيكم تشتغلوا التمارين بدونها. رح بلش باول اكسرسايز، رح كون على الفلور. عم بطلع ماسكة هالبول بإيدي، عم بطلع لفوق. كتير اكسرسايز هين. طبعا كل ما كان وزنا أتقل كل ما كان اكسرسايز أصعب. حاولوا أنه ما تنزلوا على الآخر لتكونوا عم تساعدوا حالكم تطلعوا، فخلوا شولدرز إذا بدكم بهالطريقة وتطلعوا من المعدة. كمان بعد 4 3 2 1 بحط هي على جنب شوي، بريح وانتقل أكون عم اشتغل تمرين لورا. رح كون عم حط اجري بهالشكل، رح علي الاجرين، رح اعمل تاب، بجيب اجري لعندي، تاب اجري لعندي، كمان كمان. خلينا بالنص، ومن هون بفتح بجيب اجري لعندي، بفتح بجيب اجري لعندي، كمان كمان. خلينا هولد، وهلا هولد سايد اند سايد سايد اند سايد، تو مور وبريح. بريك 10 ثواني تقريبا. عم نشتغل 4 تو 5 اكسرسايزز ورا بعضهم نون ستوب كانهم جوله واحده. بريح حالي مش كتير، رح انتقل للاكسرسايز اللي ورا. رح كون عم بطلع باجري عم بسحبهم لقدام بجيبهم لعندي، 2 3 4 5 6. كالعادة جربوا تو هولد، كمان وبريح. رح انهي انا وياكم باخر تمرين، رح كون عم نشتغل كرانشز العادية in the middle. انتبهوا دايما ما تجيبوا رقبتكم لعندكم، خلي الايدين مفتوحة لتقدروا تعملوا الكونتراكشن بالمعدة. بعد 4 3 2 1 هلا هون هولد، هولد اب، هولد 2 3 4 داون اند اب داون اند اب وبريح. خلصنا اول جوله. مثل العاده بعمل معكم جوله يلي هي حسب وقتنا اول 5 دقائق. اكيد 15 minutes من التمارين اليوميه احسن بكثير ما تكونوا عم بتاجلوا لانه ما عندكم وقت تروحوا ساعه او ساعتين على الجيم. بنصحكم تكونوا عم تعملوا هيدا الاكسرسايزز بشكل يومي، تكونوا عم تشتغلوا لو جوله او جولتين، واكيد لما تكونوا كونسيستنت يعني عم بتتابعوا وعم تشتغلوا كل يوم لربع ساعه اكيد رح تكون الاستفاده كبيره. احسن ما تاجلوا 4 5 اشهر وتكونوا ما عم تعملوا، ترجعوا تشتغلوا ساعه على شهر وترجعوا توقفوا. اكيد بتمنى لكم نهار حلو، بتمنى لكم نهار كله نشاط، بشوفكم بتمارين جديده بكره.